يعانوا من ايه يا حضرتك؟ ده بيكون الغلاف الاصفر للظهر، فاحنا بنعمل له برنامج تدريب لتقويه عضلات الظهر عشان تقدر تشيل عنه الالام اللي بتحصل حاجه اسمها سبوندوس تضخم في العضلات. فهو حلت الشكوى وانا بدات اتعامل معاه ان انا اعمل له برنامج تقويه لعضلات ظهره عشان تقدر تشيل معاه. كل حاله عنده مشكله في الركبه، مشكلته بدأنا نشتغل معاه الأول تسكين لألم الركبة عن طريق كهرباء متداخلة وعن طريق أشعة تحت الحمراء والمجات القصيرة، وبعدها بدأنا النوع الثاني من التأهيل وهو التأهيل الرياضي. زي ما حضرتك شايف حضرتك إيه اشتغل على الركبة برضه تقوية الركبة، العضلة المرمرة إنها بتشيل أكثر من 70% من وزن الجسم العضلي، فبنبدأ إن إحنا نقوي له العضلة عشان يقدر إن هو مفيش أي آلام في الخشونة الكبيرة، يبقى يرجع أز نورمال أز مسلم. ده حضرتك كم مره في الاسبوع تقريبا؟ بياخد جلستين تقريبا. جلستين، كل جلسه قد ايه؟ بتتلخص من نص ساعه 45 دقيقه حسب كل مره احنا بنختلف البرنامج. النهارده هشتغل معاه تسكين، لا النتيجه اتحسنت، ببدا اطول معاه الفتره الزمنيه.